سلام الناس، كنتمنى منا تكونوا بخير وعلى خير. لاول مره كيشوف قناتي شارك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، ومرحبا بالناس اللي التحقوا بالقناه ديالي. والقدام كنقول لكم كنبغيكم كنموت عليكم. كيف ما كتشوفوا في بدايتي اليوم غندير واحد بيسكوي او بيسكوتي او صابلي للوليدات كيف ما كتشوفوا معايا، اللي فطروا بها بحال هكا اللي يديوها معاهم المدرسه، وندوزوا على بركه الله باش تشوفوا المقادير والطريقه ديالها. الكبيدات هنا المقادير راهم ساهلين، وكيف ما شفتوا معايا هنا درت واحد نص ربع ديال الزبده ودرت كاس ديال السمنه، يعني كنت غادي نبدا بديت كنسجل معاكم. وغادي نزيد جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، خماره، غادي ندير غير معلقه منها، ساشيه سكر فاني، وكيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير الدقيق، تبقى على حسب الخليط البنات. صافي، هنا كبيداتي كيف ما كتشوفوا معايا، بديت كندير في مقادير الزبده، سنيده، الزيت، وساشيه سكر فاني، الخماره، نعاود معكم مقادير، جوج البيضات والدقيق تيبقى على حسب الخليط الكبيدات. صافي، نخلط كلشي مع بعضياته ونرجع لكم باش تشوفوا كيفاش غادي نصايبها. صافي، كبيداتي هنا كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما جمعتها هنا فرشت واحد الورق. وشتو البنات خاصها تكون بحال العجينه ديال الصابلي، يعني العجينه اللي رطيبه، خديت واحد الورق حيت العجين كتلصق. وصافي، غادي نرققها بالدلاك، وغادي تاخذوا اي طابع عندكم هكا زوين كيف ما شفتوا. انا خديت هذا الطابع هذا الفيلوجيه في العوينات وفي الفيلم باش كيبغيوهم الوليدات كيف ما شفتوا معايا. صافي، هنا من بعد ما غادي نورقها، ماشي بزاف، شويه شويه، المهم ما تكونش رقيقه بزاف. صافي، وغادي نطبع بهذاك الطابع كيف ما شفتوا معايا. الكبيدات هنا كي قلت لكم الا بغيتوا تلصقوهم مع بعضياتهم، يعني خذوا طابع بحال هذا وديروا داك التحت اللي كيكون ديالها الا بغيتوا، يعني كتعمروها بالشوكولاته هكا وتجيكم زوينه. الا ما بغيتوش الكبيدات راه كتخليوها غير هكا، ولا كتلصقوا وجيه مع وجيه، كديروا شكلاط نورمال بون، تيولي داك الشوكلاط وهكا تيبان من دوك العوينات داك الفيلم، كيعطي واحد الديكور زوين. ولكن بالنسبه لي انا ما غاديش نعمرها، يعني غادي نخليها بحال هكا حيت كيغطسوها هكا في الحليب وتياكلوها يعني مع الصباح، نخليها غير بحال هكا وكيبقى لكم الاختيار الكبيدات. كبيداتي نكمل ونرجع لكم باش نوريكم الشكل ديالها. هنا البنات شعلت الفران على الفوق والتحت، غادي ندخلها الطيب ونخرجها بالزربه الطيب، يعني وقفوا حداها.
هناك كبيدتي الطاولة الأولى خرجتها كيف ما شفتوا معايا، يعني راه المهم تاخد شوية في الطياب، كتعطلو فيها شوية. علاش؟ حيت هي كتخرج واحد الكمية كتيرة، وعاد الطاوة مسيطراش فيها بزاف حيت دوك الوجيهات تبارك الله كتارين كيف ما شفتوا معايا. صافي، المهم غندخل هادي راه طابت، وغندخل الاخرى للفران كيف ما شفتو معايا. طبعا الا بقى ديك الفويم لها كما تحيدش، راه كتحيدو بشي عويد وصافي تدخلهم. كبيداتي هنا كيف ما شفتو معايا، وراه عرفتي البنات مني بديت كنصايفوه الدراري تيهزو، يعني راه كتخرج واحد الكميه كثيره فين تبارك الله راه ما خلاوهاش، وعاد راه بقى لي واحد الطوا في الفران، وبديت كنعمر فيها البنات في هذيك القراعه غنحتفظ بها وديك القراعي وبصحه وراحه.